اهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيف النهارده اللي هو واحد يعني نجم من الزمن الجميل ودلوقتي يعني بقى عمله نادره حته الشوط واحنا بنشوف التقرير اهدافه ما شاء الله كانت رجليه طلقه من اي مكان كان يسجل اهداف كابتن خالد جد الله منورنا ومشرفنا الله يخليك كابتن اسامه سعيد بيك وسعيد ان انا موجود معاك ايه الاهداف الحلوه دي وشكرا على التقرير الجميل المحترم فريق حاجة... <applause> اه طبعا بشكرهم جدا لان بيرجعوني بقى للذكريات الاجوان الحلوه والزمن الجميل عايزين نبتدي بقى بكاس العالم الانديه حدث الاهم للنادي الاهلي وبرونزيه كاس العالم واحنا بنتفرج دلوقتي على التقرير وبنشوف الاهداف الشوط شفت هدف محمد هاني في مونتيري برضو كان من تسديدة من خارج ال18 طبعا التسديدات دلوقتي زي ما كنا بنتكلم يا كابتن أسامة لك شفرة التكتلات الدفاعية والفرق اللي بتلعب بأسلوب دفاعي م. بشكل كبير بالذات قدام النادي الأهلي فبتبقى إحدى الحلول إن هي تخلص لك أي ماتش م. زي ما حضرتك قلت كده محمد هاني في ماتش مونتيري بتسديده قدرنا نكسب ثلاث السوليه برضه في مباراه الهلال تسديده من بعيد برضه كان الهدف الرابع بالظبط ف عمرو السوليه لما بيشوط بيبقى بشكل كويس جدا حمدي فتحي بس على فترات انه آه. برضه هو شويت كويس جدا مم. محمد هاني فلازم لعبتنا باذن الله في الفترات اللي جايه تركز على حته التسديد دي لان هي بتبقى احدى الحلول الهجوميه اللي تخلص لك اي